الحجاب مثلا مجمع عليه الحجاب بالعموم، الخلاف وقع في التفصيل، الوجه هل هو عورة أم لا، لكن كل مذيعة أو ممثلة أو مخرجة أو امرأة تحسر عن شعرها فهي مخالفة لما أجمعت عليه الأمة، ولا يوجد هناك قول صحيح معتبر إطلاقاً بجواز كشف شيء من الشعر، والأمة مجمعة على تغطية المرأة قدميها، فكل امرأة تخرج قدمها فهي مخالفة لما أجمعت عليه الأمة، لكن تكون عاصية إذا اعتقدت بالحكم وخالفته، وتكون كافرة إذا جحدت الحكم. فلا يوجد هناك خلاف في قضية كشف الشعر والقدمين مثلا، لكن انظر الآن الدعوة إلى ماذا. ثم هل عندنا شك بأن الله أمر المرأة بالقرار في البيت؟ وجاء الاستثناء أذن لكن أن تخرجن في حوائجكن، إذن هناك حاجة تخرج المرأة وبالشروط الشرعية، حجاب الكامل على الراجح الواضح، لأن حتى علماء الأمة علماء المذاهب اتفقوا على أن الشابة يجب أن تغطي وجهها، واتفقوا على أنه في وقت الفتنة يجب أن تغطي وجهها، حتى الذين قالوا بكشف الوجه اتفقوا مع غيرهم على وجوب تغطية وجه المرأة الشابة والجميلة، وفي وقت الفتنة تجب التغطية. فصار الخلاف، بقي خلاف أين؟ في كبيرات السن. الخلاف صار هامش في الحقيقة ضيق ولا يؤثر كثيرا. ما في شك أن الله أمر النساء بالقرار في البيوت، وأستر وأفضل وأحسن وأكرم وأعف، وأذن لهن بالخروج في الحال الحاجة، تشتري شيئا وترجع، تذهب تستفتي للقاضي ترجع، تذهب للعلاج ترجع، تصل رحمها ترجع. ماذا قال أحدهم في قناة من القنوات وموقع لهذه القناة بالنص؟ يفتون بأنه لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، معناه أن الزواج يتحول إلى سجن مؤبد تنتقل فيه الزوجة من حفلة العقد إلى حفلة القبر. طيب خروج المرأة من بيتها بإذن زوجها، اشتراط إذن الزوج لخروج الزوجة مجمع عليه أم لا؟ اشتراط خروج الزوجة من البيت بإذن الزوج. الآن الحكم يتعرض إلى نقض في الفضائيات والمواقع التابعة للمنافقين، ويقال إن هذا الحكم مشكلة، والحجاب مشكلة، والقرار في البيت مشكلة، وصارت الأحكام الشرعية مشكلة.